السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفنا مع بعض تريمبل كونكت وازاي بنستخدمه على المتصفح بدون الحاجة لتسطيب أي برامج، وازاي نعمل فولدرات، وازاي نشوف الأكتيفيتي، وازاي نضيف حاجة مثلا ملف أو ننشئ ملف، وازاي نعمل قائمة بالتاسكات المهام المطلوبة مننا، وازاي نضيف حد للفريق ونخليه أدمن أو نخليه يوزر عادي. ودلوقتي هنشوف مع بعض السيتنج. عندي اول حاجة بروجكت ديتيل، تفاصيل بتاعة المشروع، ممكن تحمل صورة ليه، ممكن تغير اسم المشروع، ممكن تغير التاريخ، ممكن تقول تعمل حسابك ان هو يخلص خلال سنة، وغالبا ما بيحصلش ونضطر ان احنا نمد الفرصة. ممكن تعمل ليف للبروجكت، خلاص انت سبت المشروع وربنا كرمك وفتحت مثلا سوبر ماركت او فتحت قهوة، تمام، فتعمل ليف للبروجكت او تعمل ديليت للبروجكت او المشروع ده مثلا، يعني اي حاجه حصلت له. عندي نوتيفيكيشن، هل انت عايز النوتيفيكيشن هو البروجكت ادمن هو اللي بيعرف الايميل بريفرنس، ولا كمان اليوزر يقدر يخصص ايه الحاجات اللي تجيله وايه الحاجات اللي ما تجيلوش. ودي عندي الاكتيفيتيز، دي حاجات خاصه بالفايل، يعني لو حصل اي تعديل من الفايل يجي لك ايميل تنبيه بالحاجات ديت. عندي انستنس وعندي ديجست، ايه الفرق بينهم؟ انستنس اول ما يحصل تعديل يجي لك، اول ما يحصل تعديل يجي لك، ان ديجست هيجمعهم كلهم ويبعتها لك في الساعه دي، الساعة 5 AM، تمام. فانت بقى بتشوف ايه اللي انت عايزه. 5 AM ده مثلا هيكون الفجر، فممكن تقول لا خليها مثلا الساعة 8 مثلا، تمام. طيب عايز ممكن تيجي هنا تعلم على ان في بعض الحاجات انت عايزها وحاجات مش عايزها، يعني لو في ديليت دي حاجة مصيبة سودة، فانا عايز اعرف مين على طول الانستنس وهكذا. فتبدأ تختار الاعدادات الخاصة بالنوتيفيكيشن اللي هتجيلك. هنا اليونت اللي انت تشتغل بيها بالمتريك مثلا، بالمليمتر، الكسور اللي هتظهر معاك، الاريا هتبقى بايه، الفوليوم، الويت، الانجل، وهكذا. فدي كلها حاجات خاصة باليونت في المشروع. البرميشن، مين من حقه ان هو يشوف الحاجات دي، تو دو فيزابيلتي، تمام. الاصل انها تبقى شيرد تو دو فيزابيلتي، ده الديفولت. ممكن تعمل ريستراكتد، تمام، يعني بحيث ان الادمن بس هو اللي يشوف. البروجكت ممبر انفيتيشن، ممكن كل اليوزر يبعت انفيتيشن لاصحابه، او الاصح ان البروجكت ادمنستريتور هو بس اللي يبعت. وبعد كده بقى بنلاقي سينك سيتنج، الاعدادات الخاصه بالمزامنه او الابديتد او التحديثات. فالاصح ان احنا بنقول له انيبل اوتوماتيك فايل تشيك اوت وين ابلود فايل، تعمل تشيك اوت اثناء ما بيعمل ابلود فايل، او ممكن تعمل ريكواير فايل تشيك اوت بيفور بينج ايبل تو ابلود فايل. بيعمل تشيك اوت بمعنى ما يمنع كل الناس انها تعدل في الملف دوت، تمام. هنا بقى بنقول له اكسكلود فايل اند فولدر، في حاجات مش عايزينها تعمل لها ابلود، زي مثلا ملفات الريفت باك اب. انا مش عايز الريفت باك اب، انا عايز ملفات الريفت نفسها، الملفات الخاصه بالدي دبليو ال، الحاجات الخاصة بالملفات الباك اب خاصة بالاوتوكاد والرايم والحاجات دي، ملفات التم، كل الحاجات دي انا مش محتاجها، انا عايز بس اركز على الملفات اللي هي مثلا زي الصور وزي الاوتوكاد زي الريفت وهكذا، الملفات اللي هي باك اب وتمبليت والحاجات دي واللوج فايل والحاجات دي كلها، حتى لو انا اخترت ان انا ارفعها لا ما تترفعش معايا، تمام. طيب انا شايف ان الاعداد دي كده كويسة.